نادي الاهلي دايما معودنا انه يتكرم في اي مكان بيكون موجود فيه. نادي الاهلي بيحصل على لقب افضل نادي في 2018 ده من قبل حزب الوفد. علشان كده هنروح سريعا للصديق والزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي ومعلق القناه اللي موجود حاليا في الحفل علشان يقول لنا ويطلعنا على اخر الاخبار اللي موجوده ولقب النادي الاهلي بافضل نادي في 2018. فاروق برحب بيك. تحياتي ليك يا كابتن عمر ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا بقى وقول لنا ايه الاجواء والاحداث اللي عندك في الحفل. الحفل حفل ثانوي بيقيمه حزب الوفد لتكريم الافضل على الساحه الرياضيه خلال عام 2018. بدأ الحفل بكلمة ألقاها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بدأها بدقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن وشهداء الشرطة بمناسبة الاحتفال ب 25 يناير، وتكريم ودي حداد الكابتن الراحل المعلق الكابتن محمد السباعي. ثم تولى التكريم بتكريم اختيار النادي الأهلي كأفضل نادي لعام 2018. اختيار ايضا وليد سليمان كافضل لاعب مصري لعام 2018، واختيار وليد ازارو لاعب النادي الاهلي ايضا كافضل لاعب محترف لعام 2018. تواجد شخصيات ولفيف من كبار الشخصيات الرياضيه من اعلاميين وصحفيين بحضور الاستاذ طارق انجيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن احمد شوبير اللي تم تكريمه كافضل مقدم وافضل اعلامي مصري لعام 2018، ايضا حضور الاستاذ يعقوب السعدي وتم اختياره كافضل اعلامي عربي لعام 2018. تواجد عدد كبير من الصحفيين في جو رياضي يدعو للفخر واليوم رد الجميل او الوفاء للكثير من الرياضيين هذا اليوم يا كابتن عمر. يعني فاروق اكيد يعني حاجه مهمه جدا ان طبعا النادي الاهلي وجوده كافضل نادي وايضا وليد سليمان ووليد ازارو، وان شاء الله اكيد هنتابع معاك وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناه النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم دايما متعودين ان النادي الاهلي هو الافضل في كل شيء سواء في مصر او في افريقيا والوطن العربي. بنبارك ل الكابتن وليد سليمان وبنبارك للكابتن وليد ازارو على اختيارهم سواء كافضل لاعب في مصر او افضل لاعب محترف. هنكمل معاكم باقي الاخبار، وطبعا دوري الهواه دايما بيكون في او باقي الفيديوهات اللي موجوده معانا والفقره المحببه لدى حضراتكم. دايما دوري الهواه بيكون في اهداف استثنائيه، اهداف بره الصندوق، اهداف من اجمل واحلى الاهداف اللي بنشوفها. تعالوا نشوف واحد من أفضل الأهداف اللي تم تسجيلها في 2019 لكن في دوري الهواة.